اختتم اللواء 133 مشاة دورة مهارة قتالية لوحدة من اللواء بتنفيذ مشروع ضرب نار تكتيكي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة تزامنا مع اقتراب الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وفي الدورة أكد قائد اللواء العميد ركن عبد العزيز الحيدري أن مشروع التدريب والتأهيل الذي يستهدف كل منتسبي المؤسسة العسكرية يأتي في إطار أهم أهداف ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، هو بناء جيش وطني قوي. وأشاد العميد الحيدري بمستوى المهارات التي أظهرها المشاركون في مشروع ضرب النار من مقاتلي اللواء 133 الذين لهم دور كبير في قتال المشروع الحوثي السلالي بالسنوات الماضية وحتى اليوم. هذا المشروع بمناسبة أعياد 26 سبتمبر نهنئ قيادتنا السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه السبعة، وأيضا نبعث التهاني لوزير الدفاع ورئيس هيئة أركان وقائد المنطقة السابعة. بمناسبة أعياد ثورة 26 سبتمبر نهني أفراد وصف وضباط الجيش الوطني بالكامل وقيادة الجيش ورئاسة الدولة بهذه المناسبة. وبهذه المناسبة أقمنا المشروع التكتيكي للواء 133 مشاة في تدريباتها الدورية التي تجري سنوياً.